اخواني واخواتي الاعزاء مثل ما تشوفون راح ان شاء الله نبينكم المكان اللي بيه موجود سحر مرشوش. هذه العلامات اللي حاليا تدل قدامي راح منظر جدا فظيع يدل على وجود سحر مرشوش بهذا المكان. هذا البيوت اللي تكثر بها النمل يدل على وجود سحر مرشوش بكثره. تابعون بالفيديو الثاني تشوفون هذا النمل حاليا اللي دا يخرج بكثره، هذا النمل دا يخرج بكثره دلاله على وجود سحر مشروب. طبعا بلشنا نرقي به باع ويا الرقية ويا الرقية شو ماتت أعداد كبيرة من عنده، ويا الرقية الأعداد كبيرة جدا ماتت من عنده، حاليا منتشر بكل مكان، هو منتشر بكل مكان. الرجيم بنفسه ونفيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نمجي ونفيه ونفيه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. لا يؤمنون لا يؤمنون لا
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا